المتوسط اليومي لإعداد الدخول هو حوالي 1000 شخص يوميا. طبعا في كرائج معبر باب الهوى يتم أو تم استنفار الأخوة في قسم المرور من أجل تسهيل عملية قدوم الأهل القادمين لاستقبال أبنائهم. نزحت على تركيا سنة، ضعف شغل يعني، الحمد لله على كل حال، واشتغلت يعني تركيا البركة سنة، وفتحوا يعني فتحوا جزات العيد. أي وقت بنزل بعيد عند أهلي وناسي، شوف بلدي.